وسهلا، أهلا وسهلا، ونترك الحرية لكل إنسان هو يحط رأيه. لكل داء دواء، ما أنت بدك غذائكم دواءكم، دواءكم غذائكم. إذا قلت أخ بتفوت على المطبخ، فوتوا على الأسباب، وكل سؤال له حل، وأنت السائل وأنت المسؤول، وكلان اللي رح يحكي، كل واحد عنده رأي، نقعد نحترم آراء بعضنا ونفكر. كنا المرة الماضية عم نكمل على براين كليمنت بجماعة هيبوكراتيس، يعني الجماعة مؤسسة أبوقراط في أمريكا، قدي عم بيعالجوا عشرات الآلاف من الناس وقدي شيء. فحكينا المرة الماضية كيف إنه كنا عم نحكي على الشغلات الحيوانية، قدي الواحد خطر إنه يأكل الشغلات الحيوانية، وقديش فيه مساءلات عليها، شو عم تأكل الحيوانات، كيف عم نذبح الحيوانات، وهاي الأمور كلياتها قديش إحنا ماشيين هذا. وكيف وبراين كليمنت من الباحثين الأوائل في العالم، ما بيقبل أي شيء إلا إذا كان مدروس بطريقة علمية مفصلة واضحة مجربة مكررة بعدد معين من التكرارات. فمن فترة طلع وقف وأعلن وقال هاي المجلد يلي بده يقرأ خلص 100% يعني واضح، وأثبت لنا إنه رقم واحد سبب السرطان في العالم هو الحليب ومشتقاته. لهالسبب أي واحد في عنده مشكلة سرطان أول شيء بيعمله بيشيل الحليب ومشتقاته. انتبهوا في كتير شغلات، اللي عنده ربو مجرد ما يوقف الحليب ومشتقاته يمكن 3-4 أيام بكون راح الربو. اللي عنده بهاق مجرد بتبلش تكبر البقع البيضة، إذا وقف الحليب ومشتقاته والبيض معهم كمان ما في أسبوع أسبوعين زمان بتبلش تروح، بيصير يرجع اللون. البقع البنية نفس الشيء، زيادة هذا كل واحد بكون زيادة شيء، هون زيادة بلغم، هون زيادة بروتين حيواني، هون زيادة كذا، لكن المسبب تقريبا واحد. المشتقات الحليب هي أدية تقيلة على الجسم ما بتخيل الواحد. فكنا عم نحكي على براين كليمنت قديش هو باحث، قديش 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 دقيق، وختمنا على موضوع الألوفيرا. هذا جديد يعني حكى في الموضوع، أو مش جديد حكى في الموضوع، جديد إنه هيك ذكر في أحد المحاضرات تاعته. فبقول عم بفرجي قديش طريقة البحث تاعتهم قديش دقيقة. إجا واحد بقول له فوائد الألوفيرا، الصبار الألوفيرا، 1-2-3 وهذا كتير منيح للجسم كذا وهيك. قال له يعني حلو الكلام، لكن أنا بدي أشوف بعيني، هم كل إشي عندهم عاملين عليه تجارب. فقال له تعال رح نعمل تجربة. أول شيء رح دفعوا مثلا خلينا نقول $3,000 تيتأكدوا إنه هذا الصبار أورجانيك، بعدين دفعوا مش عارف شو تيتأكدوا إنه مثلا نظيف ما فيه ولا إشي، أول شيء. بعدين قال يلا نبلش التجربة، جابوا مجموعة كبيرة من الأشخاص، عملوا كنترول ستادي، ميات من الأشخاص، وهالأشخاص كل شخص بيعطوه علبتين، بيعطوه إحدى علبتين، واحدة يا إما بتكون فيها كتان، بذر كتان، المادة الفعالة الهلامية تاعت الكتان، أو بتكون فيها المادة الهلامية تاعت الصبار الألوفيرا، وأعطوها لهالميات من الأشخاص. كل واحد الشخص ما بيعرف هو ماخد هاي أو هاي، لكن الباحث عارف إنه هاد ماخد هيك وهاد ماخد هيك، تقارن بيناتهم، وبلش يعمل الدراسة، واستمرت لعدة سنوات، وطلع بالنتيجة. قال ما شاف إشي، بذر الكتان رائع كتير، قال لكن ما شفت إشي بيعمل ساتوريشن للخلايا مثل الصبار الألوفيرا. ساتوريشن يعني إنه بيعبي الخلايا مي، يعني إنه زي كيف السبونج الليفة بس تحطها بالمي بتتشربها، امتصاص. الألوفيرا، هالصبار الألوفيرا، قال ما مر عليه ولا أي شيء بيعبي الخلايا مي مثل هالألوفيرا. لهالسبب طبعا بيستعملوه بالحروق، لما الواحد ينحرق فورا بحطوا عليه ألوفيرا، عشان لأنه الحرق بيشيل المية من الجسم، dehydration، فبترد بترجع المية، فبتعالج الحرق خلال فترة كتير بسيطة. طب شو معناته إذا كان هذا الإشي إنه عم بيعبي الخلايا مي؟ معناته إنه أنا لو أكلت صحي يوميا وأخذت معه ألوفيرا، هالألوفيرا رح تسحب كل هالأمور الصحية وتأخذها للجسم وتعبيها بالخلايا. It will saturate الخلايا بالnutrients، بهالمعادن وبهالشغلات اللي أنا عم بأكلها، غير طبعا الفوائد الثانيه اللي عم تعملها، عم بتشيل القرحات، عم تعمل كتير شغلات. بس شو الهدف من الحديث هذا؟ انه كيف هالجماعات يلي عم يشتغلوا، يلي عم بيصحوا على ايدهم الالاف من الناس يوميا، يعني خلال 70 سنه صار لهم عم بيشتغلوا، ما بيشتغلوا بالطريقه لانه هاي العشبه كويسه، هاي العشبه عاطله، هاي الكتاب قرات فيها هيك، لا، بيشتغلوا بطريقه مقننه احسن مما بيشتغلوا سو كول جماعه الطب. لانه جماعه الطب بيقولوا انهم بيشتغلوا بطريقه مقننه لكن هي موجهه تجاريا. تخيلوا إنه الـ FDA، أنا شركة أدوية مثلاً وعندي دواء جديد بدي أقدم هذا الدواء، الـ FDA بتطلب مني أنا كشركة أقدم الأبحاث
يلي بتثبت انه هذا الدواء غير ضار للانسان. يعني الاف دي اي الشطاره تاعتهم عم يطلبوا من نفس الشركه يلي حتكسب مليارات من الدواء انها تعمل الابحاث وتقدم انه غير ضار. في شركه عم بتقدم دواء رح تقدم بحث انه الدواء ضار تاعها؟ مستحيل. الادله او مش الادله، بعض الامثله اللي صارت، الاسبارتم مثلا شركه سيرل عملته، كل الابحاث يلي قدمت يلي عملتها على الدواء فرجت انه السعادين الفيران شو ما كان يلي عم ياكل الاسبارتم، اول شيء عم يصير في عنده خزق بالدماغ، بتحرق خلايا الدماغ حرق، بصير في عندهم كل الاعراض تبعت خلل الخلايا الدماغيه العصبيه، بتبلش بالصداع، بالشقيقه، بالصداع، بالهذا، بالبصري، انه الاعصاب البصريه تبلش تخرب وبتدخل في مالتيبل سكليروسيس وبتنتهي بالسرطان. عم بيصير معهم مثل هيك، كل الابحاث هيك فرجت. مع هيك غيروا على الابحاث، قدموها للاف دي اي والاف دي اي غطت سحبتها وسمحت في الموضوع لانه في مليارات ماشيه من من ورا ماني توك ستوبيد ووكس. حكينا انه الاسبارتم من فتره الاف دي اي غيرت اسمه لانه صار في ضجه كثير عليه، صارت الناس اي منتج مكتوب عليه اسبارتم ما يشتروا لانه غيروا الكلمه، شالوا حنا حطوا حنين، شالوا كلمه اسبارتم غيروها لامينو سويت. هذا هذا محلي طبيعي معمول من الامينو اسيدز، معمول من الامينو اسيدز. بقول لك خيك الزيب رح يضل كذاب، يركض ورا جايبته بس. وكل الاف دي اي ما في منهم عالم، ما في منهم طبيب، ما في حدا في اخلاق. هي شركه تشتري سلاح وتقتل. شو اسمه الاسبارتم مجرد ما يدخل جوا الدم بتحول للفورمالديهايد. الفورمالديهايد بيحرق العصب وبشكل خاص العصب البصري بسرعه خرافيه. حط زريعتين انت، هيدي سقيها مشروبات غازيه وهي سقيها مي، هي بتموت هي ما بتموت. حلو. غير هيك الفايكس شركه ميرك، شوفوا على الانترنت قديش الابحاث اللي قدمتها للاف دي على اساس انها هذا الدواء امن قديش كانت مزوره، كله موجود على الانترنت الحمد لله. خلص اليوم الباحثين في الموضوع، الباحثين في الموضوع عم بحطوا الادله على كل شيء. ف يعني المقصود في النقطه انه دوروا على الناس الصادقين يلي عم بدوروا، شوفوا منهجيه البحث وطريقه البحث، شوفوا الاعراض الجانبيه، اقراوا هاي الشغلات. واحنا مش وسيله تجاريه تا عم يستخدموا الناس، ادفع فلوس وامرض كمان، وضلك ادفع فلوس وامرض. لانه مثل ما قالها مين اللي قالها يا ربي؟ اظني ادوارد جريفن قال الاف دي اي ما رح يستفيدوا من الشخص الصحيح الصحي وما رح يستفيدوا من الشخص الميت. لهالسبب بدهم كل البشرية تكون في الوسط، في حالة مرض مزمنة. يعني باخد حبة الأسبرين طول عمري عشان جلطات أمنعها، باخد حبة ثايروكسين لأنه شلت الغدة طول عمري، باخد مش عارف شو لأنه شلت كذا، على طول باخد كذا دواء القلب، دواء الضغط، دواء كذا هيك عشان بياخدها. وبيخوفوه اوعك توقف، إذا بتوقف بصير ما بعرف إيش، مع إنه مادم بعبى أدلة وأطباء فرجوا كيف إنه خلال 40 يوم 30 يوم بتكون كل الأمراض طلعت وما بلزمك ولا أي دواء، والأدلة كلها موجودة، بس لأنه إحنا ما بنقرأ وبيسيطر على الناس من خلال الخوف. قالنا صوموا تصح أشطر من الكل، كلمتين صوموا تصح حكاهم. سألوا عن رمضان سألوا هيك قال لهم كل يوم رمضان مش مرضان. شهر بأي سنة بيكون، ولكن 11 شهر رحلة الحج إلى هالشهر، 28 يوم، 7 7 7 7 يا ربي خلاص. بس كل يوم رمضان ما إله تاريخ، الحقيقة ما إلها تاريخ وما إلها طريقة، ما إلها شريعة. بين كل نفس ونفس رمضان يا رب. نحن لا مسين و 28 يوم شهري ميلادي هجري مدري شو، قلت له أنا على الأرمني كله قبل كلها وفتحة حسابي خلصنا. شو كان في قبل كله؟ كان في قبل مملكة المياه، ما العلم بيعرفها، أنا بمملكة المي دودة. قال سألوها الأم الـ44 قال له لي ولي انا باجرتين وبتفركش، كيف بتتفركشي انت ايه ما بتتفركشي 44 اجر؟ قلت له وقف تفكر شوي، صارت مثلنا عم تتفركش. سو انا بقى تفكروا هي قلت هيك وقلت هيك، جست ريلاكس وارتاح واسترخي واريحنا يا بلال. السنه هي عباره عن دوران الارض حوالين الشمس، السنه هي عباره عن اربع فصول كامله، دوره كامله، ما بصير يتخربط هذا النظام، وعم بيخربطوا هذا النظام. حتى الناس ما هذا ليش السنة صارت تبلش ب 21 ديسمبر؟ يا حرام انت تعشف ايش عم يصير بلبنان يعني. السنة بتبلش ب 21 ديسمبر فعليا، هم هيك حطوها، لكن هي فعليا بتبلش بالربيع 21/3، الولادة الجديدة في الربيع، مثل ما اليوم ببلش معطاءة الفجر. ستشرق الشمس من المغيب إلى كتاب The sun rises in the evening. كتير حلوة. نركز اليوم على المي.
قديه يعني هالمية عبارة عن إشي عايش، وعبارة مثل الكريستالة موجودة، وإذا بأخذها من الحنفية أو من الفلتر أو من النينة المي أو من البلاستيك أو إشي مثل هيك بتكون مثل الشوك عاملة. أكيد الكل يعني أغلبنا حضره هلا اللي هو شو اسمه لمسارو إيموتو اللي عمل ووتر كريستالز إن موشن. يا حبيب تحطوا ووتر باور دخيلكم شوفوا هالزلمة فرجة كيف هالمية بتكون مثل الشوك لما تأخذها من الحنفية أو مثل هيك ميتة، لكن مجرد ما أصلي عليها أو أحطها في وسط جميل أو أخذها من الطبيعة من نبعة أو إشي هيك بتصير مثل الكريستالة مثل الوردة. المية في إلها طاقة، وهالطاقة اللي بيعرف الكريستال باور قديش قوي، في واحد حط محاضرة من فترة اسمه ليس براون فرجة شغله على الكريستالز، ما حدا بتخيل بقول الكريستالز أنت ما حدا بتخيل بقول لك الكريستال لدرجة إنك أنت بدك تعرف كيف تمسكها لأنه ممكن تعطي إنعكاس مثل الليزر تحرق لك الجلد حرق. في مرة عمل بيراميد هرم وكان عم بيعمل كيف ياخد الطاقة من الهرم للكريستالة تيسحب منها كهرباء أو شيء مثل هيك، فعمل هالهرم وحط هالكريستالة وهو عم يشتغل كانت أول مرة بيعملها بعده يعني ما بيعرف كيف يعمل هذا الموضوع بشكل كثير آمن يعني لسه هذا عم بجرب فيه، فهو عم بيعملها من كتر ما سحبت الكهرباء هالكريستالة ضربته كهرباء طار 10 متر لورا أو 10 متر هو قال يمكن هيك شيء يمكن المهم طار بالهواء هيك لورا، وبقول لك جلده وقتها قعد 3 أشهر عبين ما رجع جلده نما مرة تانية. فالمية مثلها مثل الكريستالة، وهالكريستالة عبارة عن مضخم للطاقة، شو ما كان في طاقة فكرية بتضخم هاي الطاقة. في مجموعة علماء مرة كانوا عم بيناقشوا حرب نووية وقاعدين وعم بيشربوا بس في كاسة مية موجودة وعم بيشربوا المية، بعد يقول لك كل صار معاه تسمم وراحوا على المستشفى، الدكتور عم بيفحص الجسم يا عمي تسمم من ماء شرب طبيعي ما في سم، شو اللي صار؟ من كتر ما نواياهم كانت شر المية سحبت هالنوايا لما يشربوها تسمم من خلالها. فالمية يلي موجودة في البيت ما بيصير أشربها غير لما تكون مشحونة صح. أول شيء المية طبعاً بدي أشيل منها المعادن اللي مش كويسة، قلنا فيه الواحد يجيب ريفيرس أسموسيس فلتر ما بيكلفه بالكتير $150 بيرجع له المية من خلينا نقول بسموها TDS من 550 بنزلها ل 15 TDS. بمسك المية بس تتفلتر مزبوط بحطها بفخارة 24 ساعة، بعد ما أحطها بالفخارة بصلي عليها بعدين بشربها، والفخارة أرسموا عليها أشكال حلوة وحطوا أشكال وألوان وإشي مثل هيك، والأشكال في البيت كله كمان مش بس على المية في كل محل بتحطوا هالأشكال الحلوة وبشرب المية بتكون المية في مكانها. فرجينا السايماتكس قديش هالأشكال، مجرد ما حطيت صوت معين بدي أشوف صورة هيك اللي يكون أشكال هندسية منيحة حلوة. قديش مجرد ما أحط صوت معين لأنه كل صوت له طاقة، علم الفايبريشنز طبعا فويس ثيرابي انتبهوا طاقة، فمجرد ما حطيت صوت المية بتتشكل على كريستال معين، طاقتي هي عبارة عن نفس الشيء، أنا طاقة الفكر تاعتي عبارة عن صوت وبالتالي المية رح تسحب هاي الطاقة ورح تتشكل بشكل كريستالي معين. في واحد اسمه جون كيلي وصل لمرحلة وهاي العلوم للأسف ما حدا عرف شو هي، فظيع الرجل اختفت، اللي المفروض انه شاركها مع ثيوسوفيك موفمنتس اللي هي جماعه هيلينا بلافاتسكي، المفروض انه شاركهم بالمعلومات بس ما طلعت ما حدا بيعرف شو هي. وصل لمرحله انه يعمل ماتور وهالماتور بس يفكر بشكل يفكر بدائره او بمربع يشتغل الماتور لانه يكون هذا جاهز تيستقبل صوت معين، مجرد ما يفكر فيها بنشئ هذا الصوت بيشتغل هالماتور. قلنا قال له أرحنا يا بلال دق الجرس ربعه صوت أمه بريحه كتير قبل ما ماتت الأم، قالت له لجوزة خلي إيدي بالبيت وضرب أولاد الدين أنا وأنت بإيدي هاي، جوز وصار عنده أولاد وقالت له مرته جديدة يعني بضربهم بهالعظمة عظمة مين هاي كلهم بيضحكوا، قال له هاي دي إيد أمه له يا رب يا رب كلهم. روبرت مونرو مثلا اشتغل على الباين أورال فريكوينسيز، بحط صوت هون وبحط صوت هون والدماغ بيفسر الفرق بيناتهم، إذا حطيت هون 5 وهون 3 الدماغ بيفسر 2 الفرق بيناتهم، فبيصير الدماغ يمشي على الـ2 وبالتالي إنه بيصير يعني كل فايبريشن هيحطوها عالمين توم بيردن وجون بيديني من 30 سنة بالـ80s حكوا فيها، حطوا علم بقول هي خطرة كتير الموضوع، بقول لك
إذا أنا عندي بجيب فريكونسي وعندي بدقة 1% بشتغل فيها، بإمكاني دي إن إيه تاع الإنسان أعمل مثل كبسة الزر أون أوف لشو ما بدي. شو ما بدي؟ بدي دي إن إيه أشغله هذا، بدي هذا أطفيه، بدي هذا أشغله، بدي هذا أطفيه من خلال الفريكونسي. اكتشفوا بعدها فترة بسيطة إن الحكومة الأمريكية كانت حاطة فريكونسي بالهواء، كانت هاي عم تسحب الكالسيوم من جسم الناس تيعملوا هشاشة عظام عند الناس. واكتشفوا شغلات كثير، وهذا العلم للأسف هلأ إحنا كثير عم نستخدم أجهزة، حكينا كثير قبل هالمرة إنه ما حدا يستخدم الكمبيوتر يحط إيده على اللابتوب أبداً، الموبايل ما حدا يشغل الإنترنت، تنتبهوا واستعملوا الهيدسيت، ما تخلوا الفريكونسي تدخل الجسم، لأن اللي بوقفها بحسها فوراً. أي واحد مثلاً بيصير يستخدم الكمبيوتر بيصير يحس إنه في تنميل، في خلل بالأعصاب بيصير بالجسم، بالعينين، بإشي مثل. انتبهوا هيدي آلة أنت استخدمها أنت، ما تخليها تستخدمك أنت السواق، ما تكون أنت السيارة. في نكتة، واحد لبناني بالخليج راحت ايده واجره عمل حادث سيارة ومدري شو، قال له واني ساعتي، قالوا له ايدك راحت بالك بالساعة بالك يا حرام. هيك انه هاي نكت عم نعيش، عم نشتغل كل الوقت بالنا بالسيارة، بالنا بهيك بالبيت. هلأ كفى بالموت واعظا، وين منروح؟ بس شو اخد معك لاخرتك؟ شو بدي وسع لي قبري؟ انتبهوا هيدي كلها عم بيعملها الشيطان وعم بيغلبنا، ما بدي يوم بدو يجي وقت بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت في اللحمك في السلطان مخفي. صارت قال له الله تأكل خيار تشبعت كوسة، الأكل ما له طعمي ما في شيء. بس من هون منتعلم الأدب، من قليل الأدب بدي أتعلم. هذا هو السم وأنا اللي جبته لإلي، فإذا بشكرك 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 بسببه. هذا الوقت اللي إجا هلأ، أو الميزان بنرفعه إلا السموم أو السموم، أنت شو بدك، حرب أو بتشيل النص حب. بالحب، بالجمال، بالعدل، بالطبيعة، بالهارموني. ما هو هذا، عشان هيك لما يجي جماعات يحرموا الموسيقى، يحرموا الرسم، يحرموا شغلات معينة، عم بيحرموا، عم بيشيلوا الهارموني، التناغم. شوفوا الدول اللي عندها كبت ديني، إنه الدين مسيطر بطريقة مش عادلة وبطريقة غلط وبطريقة غير عقلانية وكذا، وهيك بتلاقوا دائما قبح، بشاعة، أسود، ما في ذوق، ما في ديكور، ما في كذا، ولو في مال كتير لكن بشاعة 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 بشاعة، لأنه شلنا التناغم. الطبيعة كلها ما بتمشي إلا على التناغم، مثل هالشكل اللي فرجيناه، الصوت بيعمل تناغم فورا. حبيبي لازم تكون ماشي. شو حلوة، مش معقول هالشجر، هالطيور، هالمي، بيبعتوا لي صور بقول شو هالجمال، ليش في حرب وفي هيك طبيعة، أمكم الأرض. لازم تكون ماشي بتناغم 100%. هذا أحلى من كتب في المي، فيكتور شوبرجر، The Fertile Earth. ما يعني ما حدا كتب في علم المي مثله، لأنه كان الله. كان عنده علم الطاقة السالبة. شوبرجر. الإمبلوجن. كان عنده هذا العلم. كان يفرجي كيف المي دوامة بتمشي في ذكر. كلهم فيكم تجيبون عن بلا ما تشترون. كله موجود على الإنترنت. بطبعهم طباعة يعني إنه موجود. فعلم الذكر، الذكر ماشي ماشي بعدين شو الأنثى. أنثى. سريعة وقوية كتير الأنثى. طاقة شفتي. بسرعة بيجي الذكر مرة تانية تمشي بهاي الطريقة. فحط علم الفورتكس، حط علم الطاقة السالبة، فرجة كيف الطبيعة كيف عم تمشي. فيليب كالهان حكى بهاي الشغلات على الباراماغنتيزم، فرجة كيف ببداية الكتاب بحط أنالوجي كتير بسيطة، بقول لك أنا بقدر أعرف إذا هاي الأرض فيها حرب ولا لا من خلال التراب. بجيب الجهاز الكهرومغناطيسي، بشكه بالأرض هيك، بشوف قديش قدرة المجال المغناطيسي على اختراق التراب. إذا القدرة بطيء مش قوية بقول هاي البلد فيها حرب، إذا القدرة الله. قوية، إذا بخترقها بسهولة بقول لك هاي الأرض ما فيها حرب. كيف بيعرف بهذا الشكل؟ كيف بيعرف هيك؟ كل الأشكال اللي عم بحطها عم فرجيك. الباراماغنتيزم علم، وفي عنده علم تاني كمان اللي هو المونوبول، لما يكون في إشي إله قطب واحد مش قطبين. علم فعم بفرجي يا رب شو كنا عم نقول، عم بفرجي كيف لما مجرد ما الناس تكون النوايا مش كويسة، لما تكون ما في حب، لما يكون في كبت، لما يكون في كراهية، لما يكون في حسد، لما يكون في هاي الشغلات، وهي كلها على فكرة توابع لكبت الإشي الطبيعي، الجمال، الإشي الطبيعي اللي موجود في الإنسان. لما تكون هاي الأمور موجودة، طاقة المية كلياتها بتختفي، ما بعود في طاقة حياة في المي. لهالسبب بيحتبس الشتاء برضه، ما بعود في شتاء موجود. لهالسبب لما الناس يعملوا صلاة استسقاء برجع الشتاء. ما بعرف إذا الكتاب موجود معاي، مش هذا
The Organ Accumulator Handbook، شغل رايخ، بفرجي فيه كيف طاقة الشتاء، كيف أنا إذا النوايا صافية بيجي الشتاء. The Organ Accumulator Handbook هذا بفرجي كيف تعمل الأورغون فيه، لكن شغل رايخ عم بفرجي كيف طاقة الحياة والمية قديش هي، والحياة طاقة الحياة واحدة، المية هي 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 المادة يلي من خلالها من خلق وجدت الحياة على هذا الأرض، ومن الماء جعلنا كل شيء حي. وكل كل مكان وكل كوكب وكل شيء فيه له مادته على فكرة، بس على هالأرض المية هي اللي عملت الحياة. فبفرجي كيف مجرد ما الناس صار في عندهم حقد وكره وكراهية وهاي الشغلات، هيدي طريقة المربع. وفي الواحد يعملها على حرام كتير رخيصة. جميل. تجربتين بسرعة نحكيهم. الأورغون في الواحد إنه بيقدر يعمل الأورغون بدل ما يتكلف ويعمل بوكس وكذا وهيك، بيقدر يعملها على طريق بطانية حرام. مثل ما بيروحوا على الحاج. بجيب شو اسمه غطا دوفي، الغطا تبع الإحرام، تعرف يلي بحط جواته الحشوة تاعت الحاف. إيه؟ فبجيب بس الغطا لوحده وبحط جواته، بكون على قد جسمي تما أتكلف كتير، بحط طبقة سلكة الجلي، شو بسموها هون شيف شوف؟ السنجة الحديدة. الحديدة. إيه؟ فبتجيب سلكة الجلي هاي. إيه؟ وبعمل طبقة من سلكة الجلي، بعدين بحط فوقها بشكير قطن 100%، بعدين طبقة سلكة جلي بشكير، طبقة سلكة جلي بشكير، بكون أول طبقة لتحت هي سلكة جلي المعدن، وآخر طبقة لورا بتكون اللي هي البشكير القطن. فهون بصفي اتجاه طاقة هالحياة اتجاهها باتجاهي هيك. طبعا ما بقدر استعمل في مكان فيه اي تلوث، انه تلفزيون ما يكون موجود، نيون ضوء نيون ما يكون موجود، تليفون كل شيء، ابعد عن التليفون عن الكهرباء. ومجرد ما اتغطى بالحرام انا بلاحظ انه بصير في سخونه مريحه بالجسم، اذا كانت السخونه مش مريحه اوقف، معناته المكان اللي انا فيه منه كويس، بروح بختار مكان احسن. لو رحت على غابه وتغطيت فيه 40 دقيقه 30 دقيقه كل يوم كويس، بكون ممتاز. تجربه تانية حلو كثير يجربوا يعملوها، نجرب نعملها، مثل ما كان شوبرغر عم بيحكي على علم الفورتكس، علم الدوامة. هلأ كتير في من العلماء صاروا يعملوا تجارب على المية، بسموها مونوبول، اللي هي بجيب مثلا خلاط، هالخلاط بجيب مغناطيس 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 أربع اتجاهات، بس كل مغناطيس الشمال تاعه باتجاه الخلاطة، يعني الشمال هاي الخلاطة، شمال هيك شمال هيك شمال هيك شمال هيك، أنا بالنص والأربعة اتجاه شمال بالضبط، وبشغل هالخلاط بتلف 30 ثانية، بعدين المية بتكون تغيرت كثافتها لأنه المجال المغناطيسي بيشحنها بشكل كتير قوي، ساعتها أنا بشرب هاي المية اللي بتكون مشحونة، تأثيرها كتير بكون قوي. بقدر أعملها على مواسير المي، أي شيء نازل من الخزان يمر بالشمال بعدين ينزل لعندي. بقدر أعملها كمان بطريقة تانية، هاي حلوة نعملها التجربة، بعمل إسوارة بالإيد. فيك الشباب والنسوان وهيك عم بيلبسوا أصابيع، بعملها من القماش، بس شو بعمل؟ بحط فيها أربع مغناطيسات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، والأربع مغناطيسات الشمال بكون لجوا باتجاه الإيد، هيك هيك وهيك مثل ما عملنا بالمي. هلا الإيد بمر الدم، بمر الدم بمر الدم، يعني خلال فترة بسيطة بكون دم الجسم كله مر من هاي المنطقة. وجود هاي بيعمل شحن، أو شحن كيف بنعمل بالمية، بيشيل أي خلل في التوافق، بيشيل أي خلل في يعني الكريستال المشوكة هاي، بيغيرها بهالطريقة هاي، بمر الدم من هالمنطقة، خلال هاي الفترة بكون شحن هالدم بشكل كامل، بكون رجعه مثل المية اللي بتكون مية زمزم أو مية نظيفة، بكون رجع لهيئته الطبيعية، لهيئته الأصلية المفروض يكون فيها إذا أنا كنت في مكان طبيعي. فالناس يلي عم بيعملوها، أول شيء خليني أقول أنا أخذت نقطة دم وفحصتها تحت الميكروسكوب، ممكن يكون الدم عندي ملتصق كله ببعض، مجرد ما ألبس هاي لفترة بسيطة بعدين أرجع أفحص تحت الميكروسكوب بلاقي الكريات الحمراء صارت نشيطة وصارت كلياتها في مكانها، وكأنه زي ما صار في المية الكريستالة تاعتها صارت صحية بنفس الطريقة. الشخص خلال دقيقتين بتلاقيه بيحس حاله في طاقة بالإيد، يعني في أنا حسيتها تنميل هيك، بتصير صارت إيدي زي التنميل، في إشي عجيب صار موجود. وكتير في ناس عم بيحكوا إنه طبعا مش إنه كل واحد يعملها كوسيلة بحث، مش إنه عملها وضلك لابسها على طول، لا بدي أعمل وسيلة بحث وبدي أحس شو بتعمل وأشوف إذا عم بتساعدني أو لا وكذا وهيك. كل شيء نحكي نستخدمه بالطريقة هاي. فكتير من الناس عم بيصحوا من خلال هاي العملية، كتير في ناس أو مش هاي كل حدا نفحص الدم بنشوف إن الخلايا الحمراء ملزقة ببعض، بعدين بيشرب مية من الفخار ومصلي عليها وفي دعوة عليها وطاقتها حلوة،
أول ما يشربها ما بيكمل 10 دقائق بتفحص الدم مرة تانية بتلاقي الكريات الحمراء طبيعية، بمجرد ما شربت كاسة مي واحدة طاقتها كويسة. فهذا العلم رائع. ما قلنا زمان يعني بلبنان من شي 60 سنة تقريبا 65 سنة هيك شي اجت المي بال، يعني صرنا بكلاس كل واحد حامل قنينة بلاستيك، يعني كل عمرنا نشرب يا من البير أو من الشتي أو من العين، وكيف فيها الأمراض أبدا. هلأ بسرعة الأمراض، يعني هالبريسز عند الصغار والكبار ما بقدر إلك بتعجب، ما بقى في لوب بحطوا الحلق هون خويت مؤسور ومدرش تشنجر فنجر هيك وكرق بالطعم بالعيري بالطرطي خلاص. ليه عم بشرب مية بلدية يلي هي مية مجاري مكررة؟ نعم. وأنا بقدر أجمع مية شتا، ومية الشتا مطهرة طاهرة لوحدها لأنه بنزل مع الأوزون تتحول بدخل معها نسبة هيدروجين بيروكسيد طاهرة ومن السماء. وفي حيال حجر كلسي يحطه بالماء، يعني في طرق كتير حجر الشيت بيسموه، في طرق كتير من البرية أنت ما بدك شيء أبدا مما يليك، وين بيتك بها هون حولك وجيرانك وتشتي الدنيا وعندك بير مصر. هيك بدها ترجع كل المنطقة العربية، بدنا نرجع نعيش مع البدو، ترجع خضرة خلاص. شفنا هالأبراج، شو هالأبراج هي جرب العرب خلاص عم بيقولولنا ما في، ما بقى بدنا أبراج وما بقى بدنا هيك ولا شيء أبدا. إن شاء الله لحي هيومن تيونينج بعلم الصوت، انطرونا الجمعة القادمة ونضلنا نجتمع إن شاء الله كل يوم جمعة وكل يوم جمعة.